السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. ليس لي سؤال يا شيخ، أخبرك بس أني أحبك في الله. نعم. ليس لي سؤال غير أني أحبك في الله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك وجمعنا الله وإياكم في الفردوس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايز أسأل حضرتك على سؤال بخصوص الاستجمار من بعد التبول. نعم. أنا يعني عندي الحمد لله عندي وسواس في الطهارة كده، وبحاول إن أنا أتغلب عليه. فيعني بجد ان انا يعني ببقى مطمئن اكتر لما بستجمر، ولكن اثناء الاستجمار يعني بضغط على مخرج البول كده بقدر بسيط، وبعد كده بمسح بالمنديل. لا يلزمك ان تضغط، امسح بالمنديل بدون ضغط. طب انا لو عملت ده حرام؟ لا مش حرام، بس عانت. انا مش بطول فيه يعني. عانت يعني لا تشق على نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو عندنا شقة في ساحل وبنأجروها، فلو حد بيرن علينا وظهر لي الاسم داير ان هو مسيحي، هل لو أجرت له حرام ولا حلال؟ هو مش حرام، لكن الأفضل أن تؤجروها لناس صالحين يسبحون الله. احنا ما بنعرفش، احنا مجرد اتصالات بتجينا، احنا مش بنشوف حد. انا بنصحك يعني، اقول لك يعني تتحرر الصالحين. اما تجيب واحد يعني يصلي فيها لغير الله، لا احب لك ذلك، ولم يكن محرما لكن لا نحب لكم ذلك. طب يا شيخ كمان سؤال معلش، انا لو ليا اخت بكلمها وكل ما بتكلمني في اي حاجه في اي يعني في مصالح الدنيا تفضل تظن فيا ظن سيء جدا وتكذبني دايما، مش مره ولا اتنين ولا تلاته، لدرجه انا جالي اكتئاب وحاله نفسيه منها. انا قسما بربي ما بكذب، بس هي دايما حط عندي الظن السيء دايما. خلاص خليكي مع الله سبحانه وتعالى، لا تبالي بها كثيرا وكوني مع الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ام فهمي. السلام عليكم. السلام عليكم.
الحمد لله بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لا حضرتك يا شيخ، الحمد لله أنا بخير الحمد لو لله. لو سمحت يا شيخ، لما بروح أقبض من البوسطة، الموظف اللي هناك كل ما يديني القبض بياخد كل مرة 5 جنيه، فايه حكم ال5 جنيه دي؟ فرضا يعني لنفسه؟ لا مش لنفسي، هو تقريبا الحكومة اللي بتجبره على حاجة زي كده. طيب زكاة الحكومة اللي تجبره ال5 جنيه دي للحكومة ليس بآثم، طب لو ده يعني ممكن لنفسه. تدخل في الربا يعني؟ لا مش ربا ولا حاجة، انت اللي جاب الربا هنا. السلام عليكم، بارك الله فيك يا أخ رامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله حالي بخير من فضل الله. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. يا رب. بقول لحضرتك دلوقتي في خاطب خطب واحدة واشترى لها ذهب ب 200,000 جنيه. خاطب عقد وعقد عليها ودخل. طيب. وبعد سنة أهلها مروا بظروف معينة كده فحبت تبيع الذهب، ويعني بتقول إن الذهب ده حقي، الزوج مالوش علاقة به، وهتساعد أهلها بيه. يجوز الكلام ده؟ يعني خاطب خطب واحدة وإيه تاني؟ عفوا. عقد عليها ودخل. دخل بها. دخل بها. وبعد؟ وبعد عام أهلها مروا بظروف معينة، فهي أرادت إن هي تبيع الذهب بتاعها وتديه لأهلها علشان يعدوا المرحلة اللي هي إيه اللي هم فيها. أيوه. يجوز الكلام ده ولا لا يجوز؟ مش هو ذهبها يا شيخ؟ هو ذهبها بس مكتوب عليه في القايمة. يسقطوا من القايمة بس. تكتب على ظهر القائمة أنا فلانة الفلانية استلمت الذهب الذي في القائمة، توقع على ذلك. يعني هي من حقها. ما هو ذهبوها يا شيخ، وكل ما هنالك أن الزوج مضى أنه أمين على هذا الذهب، فإذا كان مضى في حالة وجود الذهب دي بينهم، مين اللي بيطلع زكاة المال على الذهب ده؟ هي نفسها هي المسؤولة. يعني الزوج يطلع ماله لوحده وهي تطلع مالها لوحدها؟ طبعا، إلا إذا هو تفضل وقال أنا سأخرج عن زوجتي. تمام. بس. طب حضرتك لو هي الذهب بتاعها ما بلغش النصاب، لا زكاة عليه، معاها فلوس تانية ولا لا؟ لا هي أنا معهاش فلوس، لكن هو معايا، هو كان بيعتقد إن يا أخي فهم الكلام واحد بس. وبيطلع عليهم من 2 7. يا أخي الآن هذه لها ذمة مالية منفصلة، وهذا الذهب صداق لها، فيتحصر تركتها. إذا تركتها بلغت النصاب زكتها إذا حال عليها الحول، لم تبلغ النصاب لا زكاة فيها. كلام واضح؟ واضح يا شيخ. بقول لحضرتك في سؤال تاني لو سمحت يعني. ماشي تفضل. يعني امتى الواحد يعرف ان هو واجب عليه الحج؟ ها؟ بيكون معاه فلوس زايد عن حاجته. ما اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا واحد عنده 400,000، معاه 400,000 جنيه. انت كل اسئلتك معقده كده يا اخي، ما تكون خفيف شويه. اسال سؤال سريع تفضل. خلاص ماشي، مش عاوزنا اكمل. لا يعني مش عاوزك تكمل يعني. انت بتسال اسئله غريبه. ده منتشر. يعني الراجل بيزوج ابنه، بعدين يزوج بنته، وبعدين بيبني بيت، وبعدين بيحط الحج ده في الاخر خالص. ده يجوز يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. يعني انت لو عندك بنت تريد تسطر عليها وتقدم لها العاقدون وتقدم لها الخطاب، ماذا ستصنع؟ تحج الاول او تسطر؟ دي اولويه، مفيش مشكله. طب خلاص. لكن انا بتكلم اللي هو بيدخر المال وبنته لسه في الابتدائي، ويقول لك انا عندي بنات وعندي عيل عاوز اتجوز وعاوز اعمل له مشروع وعاوز ابني بيت وعاوز. السلام عليكم. السلام عليكم، اعتذر بس. انتهت حاكم العالم بس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. بقول لك كنت في مصلحه حكوميه وليا مصلحه كده، فالموظف قال لي لا مش هينفع، فاديته فلوس يعني، قال لي تحت امرك وخلصها لي، دي تعتبر ايه؟ وهذه المصلحة من حقك أو ليست من حقك؟ لا هي من حقي، بس هو ما رضاش يعملها. من حقك والموظف معطلها إلى أن يأخذ مبلغه. ده كل يوم على كده في كل مصلحة. خلاص هو يأثم، هو يتحمل الإثم. شكرا شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة
وبركاته. تفضل. شيخنا بارك الله فيك، قد أذكر الناس بصيام يوم الاثنين والخميس ولا أصومهم، فهل هذا؟ لا بأس، لا بأس. طيب شيخنا سؤال أو نعم سؤال آخر، التوسل برسول الله ما حكمه؟ يعني أن تقول أتوسل بأمرين، بإيماني برسول الله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، واتباعي لرسول الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلنا هنا بإيماننا برسولنا، يا رب أنت تعلم أني آمنت بك وأمنت برسولك وصدقتك وصدقت رسولك صلى الله عليه وسلم، فيا رب اقضي لي حاجتي. كذا التوسل باتباعي لرسول الله، تعلم يا رب أني مطيع لك ومطيع لرسولك صلى الله عليه وسلم قدر جهدي وقدر استطاعتي. اللهم يا ربي فباتباعي لرسولك أكرمني ولا تهني، فهذا وذاك جائزان للأدلة التي سمعتها. طيب شيخنا بارك الله فيك، آخر طلب، الرجاء ومن فضلك يا شيخنا لو توجه كلمة في الحياء للنساء، لأن أكثرهم قل فيهن الحياء ويعني. شكرا، هذا موضوع فتاوي الآن يأتي في موعده إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا يا شيخ مصطفى. وياك الله يبارك فيك. شكرا على مجهودك، يعني والله أفدتنا كتير جدا. الله يغفر لنا ولك يا أخي الكريم. اللهم أمين. أنا أستأذن حضرتك بس في إشكالية في حديثين. تفضل. دلوقتي الحديث اللي بيقول لنا يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض الطاية ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك. وفي حديث مقابل اللي هو ان في اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهى. هذا الحديث الاخير ضعيف، اللي هو اذا حرم بمحارم الله انتهكوها. أيوة، وهذا منزل على وهذا منزل لو ثبت على منافقي نفاق الاعتقاد، خذ بالك. لا يعني منافق الاعتقاد الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام، أعمالهم باطلة، نفاق أبطل أعمالهم. تمام. بس أما الحديث فسنده ضعيف ولا تعارض أصلا لكل الأحاديث التي وردت فيها المغفرة مقيدة، يعني من فعل كذا غفر له، كلها مقيدة بمشيئة الله لقوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، نسأل الله المغفرة والعفو. أصل أنا الإشكالية اللي جات لي قلت أكيد خلاص أنا جاوبتك، ما فيش داعي للحكاية، قلت لك الحديث ضعيف. تمام. ولو ثبت منزل على منافقي نفاق الاعتقاد، والأحاديث التي وردت فيها المغفرة راجع إلى مشيئة الله. والسلام عليكم. شكرا عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ حالي طيب من فضل الله، الحمد لله، الحمد لله. الله عليك. يا ربي بارك فيك، نحن نتقلب في نعم الله يا أخي، نحتاج جميعا أن نشكر الله. بارك الله في عمرك. وإياكم، تفضل سؤالك. عندي سؤال بس عن اذن حضرتك. تفضل. دلوقتي انا والحمد لله بفضل الله علي اطلقت لحيتي. الله يتمم الفضل بالايمان والطاعه. ربنا يبارك في عمرك، ولكن اهلي يضايقوني بها. اصبر على اذاهم واثبت على طاعه الله ورسوله. يقولون لي ان اصبر على اذاهم واثبت على طاعه الله ورسوله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
زي ما حضرتك عارف كده يعني من حوالي يومين نتيجة الثانوية طلعت، فأنا حبيت أبشرك وأطلب النصيحة منك في موضوع كده. ما النصيحة؟ الله يحفظكم. يعني كنت عايز حضرتك تنصحني بالدراسة في الدول الخارجية اللي هي أوروبية يعني. أنت شاب ويخشى عليك من الفتنة. طيب أرشح حضرتك بالنتيجة بتاعتي ولا لأ؟ من أنت؟ أنا اسمي أحمد من المنوفية، الحمد لله طلعت ال 14 مكرر على الجمهورية. الله يبارك فيك يا أحمد، الحمد لله. طب ولي أوديك الخارج يا أحمد ما دام من الله عليك هنا بنتيجة طيبة، أنت علمي ولا أدبي؟ أنا علمي رياضة. علم رياضة، من الله عليك هنا بنتيجة طيبة، لماذا تذهب تلوث نفسك في دول الكفر؟ الله يطمنا عليك ويبارك لك. لو منح لدولة زي السعودية أو كده يعني. ها؟ لو منح لدولة عربية مثلا منح قطر خلاص أو خلاص في السعودية بيت البلد الله الحرام. منح في جامعة طيبة ولا شيء. بلد الله مكة المكرمة، المدينة كلها بلاد طيبة. يعني المدينة أفضل من شبين الكوم ولا تنزع في ذلك؟ صح ولا غلطان؟ صح طبعا. خلاص روح المدينة، مدينة رسول الله، والحمد لله ربنا يبارك فيك ويحفظك ويسلمك. الله يبارك فيك. شكرا. سنوصيك بشيء. تفضل. الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على شخص نعمة هذه النعم تستوجب شكرا. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. وتستلزم التواضع، مزيد من التواضع، لأن الذي أنت فيه من توفيق الله لك بلا شك، فلازم تشكر الله وتتواضع لخلق الله. لا تتعالى أبدا على الخلق. حاجة أعملها مثلا يعني شكر ربنا أو كده؟ نعم، حاجة أعملها شكر ربنا بسبب الموضوع ده يعني. والله كلمة الحمد لله رطب بها لسانك دائما وابدا، وبعد اذا كنت موسرا انفق فقراء ومساكين، تواضع للمسلمين، امتثل اوامر الله وامر رسوله حتى يزيدك الله سبحانه. الدنيا منتهيه ولا تغرنك هذه الشهاده لانها زائله، لكن تبقى طاعه الله. سليمان عليه السلام راى عرش ملكه سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، فنبي ذكي قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فاشكر الله وازدد طاعة لله وطاعة لرسول الله، واستغل هذه النعمة لطاعة الله سبحانه. الحمد لله. الله يزيدك ولا ينقصك ويبارك فيك ويبارك لك. وكن برا بوالديك، رحيما بهما وبإخوانك وبالمسلمين. جزاك الله خيرا. الصلاة. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل يا أخي الكريم. ربنا يبارك في عمرك يا مولانا. بقول لك يا مولانا، أنا بسافر كتير برا مصر. تسافر خارج مصر كثيرا وبعد؟ بسافر الصين، فالفندق بصلي في الفندق مثلا الظهر. ففي اخوه معايا بيقولوا لي احنا تجمع الظهر والعصر على ان بنتسوق قريب من الفندق يعني. فالوضع ده صحيح ولا الواحد مثلا يصلي الظهر ويروح يتسوق؟ يعني انت في الفندق تصلي كل صلاة في وقتها قصرا، وإخوانك يقولون: ما رأيك لو صلينا الظهر والعصر قصرا وجمعا؟ لأننا سنكون مشغولون في السوق. أو ممكن في مكان السوق بعيد عن الفندق يعني. نعم. أي ممكن نكون في مكان بعيد عن الفندق. لكم ذلك يعني يجوز. لكم ذلك. نعم لك ذلك. ماشي، جزاك الله يكرمك. مرحبا يا احمد حسان، وفقك الله، بارك الله فيك يا دكتورة ليلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله يا شيخ نور الشيخ والله العظيم.
الله يبارك فيك ويكرمك. عندي على السلامة يا شيخ مصطفى. الله يسلمك ويبارك فيك. على فكرة عندي فيسبوك وشفتها قبل ما اشوفك بس. الله يجازيك كل خير ويبارك فيك. شيخ مصطفى انا هقول لك على حاجة بس يعني ما تزعلش مني ممكن؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش زعل يا رب. يا رب. شيخ مصطفى انا عايز اقرب ربنا بس مش عارف من الاخر كده. طيب. اولا تسأل الله ان يقربك منه. تسأل الله أن يجعلك سامعا مطيعا له. آمين. يا رب اجعلني سامعا مطيعا لك. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة. آمين. ومن ذريتي. آمين. اللهم إني أسألك حبك. آمين. وحب من يحبك. آمين. وحب عمل يقربني إلى حبك. آمين. اللهم يسرني لليسرى واجعل الطاعات سهلة ويسيرة علي وعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثانيا تصادق أهل الفضل والصلاح. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أين تجد هؤلاء أهل الصلاح؟ تجدهم في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ابحث عن الصالحين وهم في المساجد أهل المساجد واصبر نفسك معهم يعينوك على طاعة الله سبحانه. ثم إذا حضر فرض الله قم بسرعة. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن وثب يقول الراوي والله ما قالت قام بل قالت وثب. اسمع الأذان انطلق إلى بيت الله بل وقبل الأذان اذهب إلى بيت الله وادع الله ولا تنفك عن الدعاء. بارك الله فيك واستغفر الله من ذنوبك التي قد تكون حالت بينك وبين طاعة الله سبحانه. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف الحال؟ الحمد لله الحال طيب والله يا أخي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ ويبارك فيك. وإياكم وإياكم وإياكم. أنا أكلمكم من ألمانيا يا شيخ. أنا أريد أسألك سؤال متعلق. أسأل الله أن يحفظك في ألمانيا وينجيك وأهلك مما يعملون. الله ينجيك وأهلك مما يعملون هؤلاء الكفار. الله يبارك فيك. الله يكرمك. أسألك عن حكم التجنس بجنسية هذه الدولة. تعرف وضع ال 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 وضع. ليتك لا تتجنس بهذه الجنسية. ليتك لا تتجنس بهذه الجنسيات القذرة التي تجبرك على أن تعترف وتقر فعل قوم لوط. والله لا جزاهم الله خيرا. لا جزاهم الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم بن رمزي. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لحضرتك إزاي المؤمن يوصل لدرجة الإحسان؟ الإحسان كيف تصل إلى درجة الإحسان التي منها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أول شيء أن تسأل الله ذلك. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. تسأل الله ذلك أن تكون من المحسنين. ثانيا الإحسان من معانيه فعل النفل بعد الفرض. يعني صليت الفريضة أتبعها بنافلة. تصدقت أو زكيت الفريضة تتبعها بالنافلة.
قدر جهدك واستطاعتك. ثالثا تكظم الغيظ وتعفو عن الناس. طبعا تعرف أن الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس من أشق أنواع الصبر. لا. أن تصبر على جهل الناس وعلى حماقة الناس، فكن كاظما للغيظ عافيا عن الناس. لا. أيضا في هذا الصدد كن رحيما، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كن رحيما بالعباد حتى بالبهائم. بارك الله فيك يا رب. نعم نعم شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الله يبارك فيك ويسلمك. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. وإليكم الله يبارك فيك. شيخنا يعني كتر خالص موضوع الجامعات الخاصة. يعني الناس دلوقتي في الطالب يبقى المجموع بتاعه 70 و65% وبيدخلوا جامعات خاصة طب وعلاج طبيعي وحاجات زي كده. لا ما فيش 65 ولا 70 بيدخل طب ولا حاجات زي كده. لا لا في حضرتك يعني 75 وداخل طب جامعة أهلية خريج الأزهر، وفي جامعات برة بيسافروا. المهم ما السؤال؟ المهم ما السؤال؟ السؤال يعني الإقدام على هذا العمل. يعني أنا على المستوى يعني افترض أنك شاب متفوق وقدر الله عليك أن أخفقت في الامتحانات لاي علة، نسيت سؤالا لاي علة من الليلة. نعم. وابوك رجل موسر فرأى ان خاطرك سينكسر ويريد لك كلية طيبة تشتغل بعدها بشغلة طيبة مثلا، ما وجه التحريم في هذا؟ انا يعني استفتي شيخنا فقط. لا بأس بذلك ما دمت لم تغش وسلكت المسالك المنضبط شرعا، ما في مشكلة. بل أحيانا في بعض الجامعات الخاصة الآن التعليم فيها أقوى بكثير من التعليم في الجامعات الحكومية، نعرف ذلك يعني عن قرب يعني من بعض هذه الجامعات. في جامعات خاصة حريصة على أن تعلم الطلبة الذين فيها تعليما جيدا، خاصة في مجالات الطب وفي مجالات الهندسة سواء في مصر أو في غير مصر، تهتم بهم اهتماما زائدا، وتختلف كثيرا عن الجامعات الحكومية. الجامعات الحكومية على سبيل المثال ترى تعاليا كبيرا جدا من الدكاترة، تعالي كبير جدا كأن الدكتور إله، ولعلك تشعر بهذا. نعم شيخنا. دكتور في جامعة حكومية نزل نفسه منزلة من لا يسأل عما يفعل، ويا ويلك وأنت طالب إذا تلفظت بلفظ نصب نفسه إلها. أحيانا في الجامعات الخاصة لا ما فيش كده، أحيانا العميد يمر على الطلبة ما الشكوى التي تقدمونها ويغير الدكاترة إذا كانوا مؤذين. أنت تعرف هذا ولا تعرفه؟ لا أعرف شيخنا. تعرف ان في دكاترة في الجامعات الحكومية ينزلوا انفسهم منزلة الالهة ومجاملات فارغة، طبيبه زميله لدكتور يعطي ابن زميله امتياز وهو لا يستحق. ليس الامر في كل الاوقات يعني. فالمهم ان اذا كان ابوك مع فلوس وعايز دخلك جامعة كويسة وانت معك فلوس ولك ابن تفلش على ابنك. نعم. الشق الثاني شيخنا من السؤال لها دنيا يعني على اي حال. نعم شيخنا الله يكرمك. تفضل. الله يسلمك. بالنسبه لخروج الفتيات او في ناس بيودوا لجامعه الاردن جامعات كان طبعا كان جامعات السودان لا ضروره من الجامعات فبيسفروا البنات لا من غير محارم يعني لا يجوز السفر بدون محرم الا للضروره وهذه ليست ضروره في شأنهم. نعم الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يبارك فيك ويحفظك. اياك يا محمد ابي. السلام عليكم. عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟ الحمد لله خير. بقول لك انا كنت واحد صاحبه يعني وكده، فهو ما بيشتغلش، فانا قعدت اقول له يعني اشتغل وكده، ف وانا بكلمه فاتضايقت منه، قلت له والله ما عدت مكلمك في شغل وكده، فحلفت يعني ما عدتش هقول له اشتغل ولا حاجه. بعدين سبت تاني وقلت له تاني او كلمته انا في الموضوع. كنت معاقد اليمين ولا كلمه جرت على لسانك دون ان تعاقد اليمين؟ غصب عني يعني، ما غصب عنك، اذا لا مؤاخذه علي. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حفظك الله يا شيخ. وحفظك وسلمك. لعبنا نعد واحد من المغرب. يا مرحبا وأهلا وسهلا محمد. عادل العدناني عبد الواحد من المغرب. عادل العدناني من المغرب. حفظك الله يا شيخ. وحفظك الله وسلمك. الله ينورك يا شيخ. وينور عليك ربي يا عادل. امين امين يا شيخ. مرحبا. سؤال لو سمحت. تفضل. هل الذهاب الى المسجد بالسياره هل ينقص من الاجر؟ ما اجور ان شاء الله، ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. إذا مشيت على الرجل كيلو ولا اثنين كيلو تعذب نفسك في هذا الحر، وعندك الدابة، إن الله غني عن تعذيب عشر دقائق أو 15 دقائق في الوقت في الذهاب إلى المسجد في الحر هذا ولا إيه بس؟ إيه؟ في الحر الشديد؟ يعني يوميا يعني ديما حكى على حسب الوقت بس الوصول الى المسجد اذا كيسرع شويه وكنمشي بالسياره. والله يا اخي الكريم، اذا كنت ستستغل الذهاب للمسجد في جو من رطب طيب في ذكر لله، الخطوه تحط خطيئه وترفع درجه، حسن. ان كان في مشقه على النفس، فهناك امراه نظرت ان تحج ماشيه نظر أن يحج ماشيا، فأمره النبي أن يركب. وقد قال الله تعالى: استمع يا عادل. عادل عبد الواحد، أنا معك يا شيخ. عبد الواحد عفوا، سامحني يا شيخ. اسمع يا عبد الواحد، اسمع. مرحبا. الله أكمل الآية: وأذن في الناس بالحج. أكمل. يأتونك أفواج، ليس بقارئ ولكن لا أفهم شوية. المهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني راكب وماشي، ماشي وراكب، رجالا يعني على الأرجل، والنبي حج راكبا صلى الله عليه وسلم، حج راكبا عليه الصلاة والسلام. جزاك الله عنا خير يا شيخ. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا تسنيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما هذا الكلم الطيب الذي خرج من الفم الطيب؟ جزاك الله خيرا. وإياك الله يبارك فيك. كم جزء من القرآن تحمل؟ أحفظ لحالة سورة عمران. نعم؟ أحفظ إلى سورة آل عمران. من الناس؟ هنيئا. نعم مش توجه. نعم. هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك ولوالديك. أكمل. اسمح لي أن أقرأ عليك بعضا من آيات الله عز وجل. اجتهد في إكمال البقرة، اجتهد في حتى تختم إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا عندك؟ أنا أختار أو أنت تختار؟ تسمح لي أن أقرأ؟ يعني أختار أنا بعض الآيات؟ والله في راحتك. إذا كنت تتقن متيقن من نفسك أختار لك. تريد أن تقرأ أنت تقرأ، لا أشق عليك. هل تسمح لي أن أقرأ؟ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. جزاك الله خير. ما اسمك؟ عمر ابن محمد موسى. عمر ابن محمد ابن موسى؟ أه؟ عمر ابن محمد؟ آه. بارك نعم. الله فيك يا عمر. نعم. هنيئا لك، الحمد لله الذي نجاك من المباريات والكرة واللهو والعبث ووجهك لكتاب الله. احمد الله ان ربنا سبحانه وتعالى وجهك لهذا الكتاب العزيز، افضل كتاب على وجه الارض ولا مقارنة. الحمد لله الذي من عليك بهذا الكتاب العزيز الذي يقول فيه ربنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني الذين اختارهم الله من العباد ورثهم الله هذا الكتاب. هنيئا لك، ثم هنيئا لك، جعلنا الله وإياك من العاملين بهذا الكتاب العزيز. جزاك الله خير. الله يبارك خير. الله يبارك. ما تنصحني به يا شيخ؟ أكمل القرآن الكريم، لأن البقرة مع آل عمران يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غايتين يحجان عن صاحبهما. نعم. وبعد ذلك إن شاء الله بعدما تختم بإذن الله ندخل في فهم ما قرأناه. يعني أنت قرأت على سبيل المثال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما معناها؟ أظنها صعبة عليك الآن، لكن لو فهمت معناها الحمد لله وأنت تقرأ يحصل لك بإذن الله الخشوع، تكون فاهم ماذا تقول. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يدعو على نفسه، يقول اللهم افعل بي، ويدعو على نفسه أن ربنا يفعل به كذا وكذا من الشر، كما أنه يدعو بالخير. للعجلة، العجلة يعني متعجل ما يصبر، لا، بل يدعو على نفسه أن يموت، يدعو على نفسه أن يصاب بحادث لجهله. نعم. كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو ربنا استجاب له كل الناس هتموت. فالشاهد بعد أن تنتهي من البقرة إن شاء الله بإذن الله تحاول تفهم من تفسير سهل ميسر الآيات باختصار. ثالثا: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفوتنك، يكون معك آية وحديث خير زاد بعد زاد التقوى، زاد كتاب الله وسنة رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ سؤال بس. اتفضل يا حبيب. انا اعمل في احد الدول العربية. منديل يا عبد الرحمن. وزوجتي سافرت معي. زوجتك سافرت معك الى بعض الدول العربية. ايوه. وبعد. ومعي من الاولاد ثلاث اولاد.
فهي مقصرة جدا في حق الشيخ. طبعا يعني حتة المذاكرة مع الأولاد ورعاية الأولاد مقصرة فيها. فإيه اللي تنصحني فيها شيخ؟ زوجتك معك في الخارج ولا في مصر؟ أيوة في الخارج. أيوة كلاكما. أنا في أجازة في مصر. يعني أنا مش فاهم يعني. يعني أعد سؤالك تفضلا. دلوقتي السؤال ان هي مقصرة في حق الأولاد ونصحتها أكثر من مرة. فأنت ماذا تنصح يعني؟ يعني ما هو التقصير؟ تقصير يعني في المذاكرة ما يعني ما تذكر الأولاد، جهدها ضعيف جدا في موضوع إعداد الطعام والكلام ده مقصرة فيه كده. زوجتك مصلية؟ تصلي. أيوة. يعني تحافظ على فريضة. أيوة بتحافظ على الصلاة. زوجتك متبرجة أو متعففة؟ لا 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 ليست متبرجة الحمد لله، عفيفة يعني. أيوة يعني مصلية وعفيفة. أيوة. لسانها طيب؟ مو مرة يا شيخ يعني. وانت لسانك طيب مرة يعني؟ لا. ها؟ لا يعني زي بعض في هذا الباب. طيب انا انصحك بالصبر عليها ومعالجة الامور برفق ومراعاة جهدها. مراعاة جهدها، وانت لن تجد امرأة كاملة، لأن الرسول قال كمل من النساء من رجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا ومريم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الزوجة الآن مطالبة بخدمتك وطاعتك إذا دعوتها الفراش والاهتمام بنفسها، ومطالبة بأعمال البيت، وانت تضيف اليها المذاكره للاطفال. طب ما يعني مش فاضيه تعلم الولد الكيمياء اتش 2 زائد اس 3 يساوي اس 3 4، ما لهاش في الكلام ده. مش فاضيه تذاكر رياضه للاولاد يا اخي، ودينا الدروس خلاص. دروس ما هم الاولاد بيروح دروس، هي مذاكره الدروس بس. هي مش ملزمه بهذا شرعا. هل هي ملزمه بهذا شرعا امام الله حتى الومها علي؟ ان فعلت جزاها الله خيرا، ما فعلت ليس ذلك بواجب عليها، فاصبر عليها وكن رفيقا بها. الله يكرمك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم 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 تفضل. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل عن هل التداول حرام؟ تداول ايه؟ في مجال كده زي سوق البورصه كده على النت بيسمى التداول يعني. ف ما فيش التداول كده، سؤال مجمل. التداول ايه؟ مش فاهم. وكيف التداول وما صورته؟ اتقن السؤال واتقن العمل الذي ستعمل واسال. هو زي سوق البورصه كده يا عمي. زي سوق البورصه؟ انت عارف سوق البورصه ازاي يعني؟ انا مش فاهم سوق البورصه. اتقن السؤال واسأل عن العمل الذي ستباشره، نجيبك بإذن الله. سامعك أبا سفيان، جزاك الله خيرا يا أبا سفيان، جزاكم الله خير يا ماجد بن صقر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الشيخ تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اسمح لي أتلو عليك آيات من بعض كتاب الله. ما اسمك؟ إبراهيم عبد الغني النفاض. النفاض؟ أيوه. إبراهيم ابن عبد الغني، صح كده؟ نعم. أنت من نبروه؟ نعم. هات يا إبراهيم. تفضل وابلغ الوالد السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا و
بأسواد وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء حسبك يا إبراهيم، بارك الله فيك وزادك الله من فضله، بلغ والديك السلام. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كتبت كتابي وزوجتي اتفقت معاها اللي هو بعد الجواز اللي هي تسيب الشغل، هي بتشتغل 4 أيام في الأسبوع، والشغل ده عبارة عن اللي هي بتروح وحدة صحية، بتروح 40 كيلو سفر، لو بتسافر بتركب مواصلات، المواصلات دي ممكن هي تحجز يعني كرسيين جنب بعض عشان ما حدش يركب جنبها، أو تركب جنب بنت، فهل هيبقى عليا ذنب لو هي راحت الشغل بالطريقة دي، وهل ده يعتبر سفر مسافة 40 كيلو ولا المفروض تسيبه؟ أنتما اتفقتما أو لم تتفقان؟ هو قال اتفقنا مش كده؟ على كل حال سواء اتفقتما أو لم تتفق، إذا اتفقتما الحمد لله يبقى النظر في شرعية هذا العمل. امرأة تسافر مسافة 40 كيلو لأنها طبيبة أو مكلفة بالعمل 4 أيام في الأسبوع، وتسافر سفرا مع رفقة آمنة ولا تجعل أحدا يحتك بها في السفر، بل تأخذ مكان كرسيين بدلا من الكرسي للحاجة، يجوز ذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ كل سنة حضرتك بخير. الحمد لله بخير والله، الحمد لله. والله نصرنا وإياك يا رب. يا رب آمين يا رب. الله. عندنا مولانا في مسجد المدينة، عندنا مسجد صغير، وعند الدخول من باب المسجد على اليسار كراسي محطوطة كده، بيأتي كبار السن ومن هو مريض فيجلسون، والكراسي دي يعني في آخر المسجد يعني بينها وبين معروفة ما تحتاج الشرح يعني. والسؤال هل الصلاة لمن يصلي عليها صلاته صحيحة؟ هل هو كده مع المصلين مع الخطوط صحيحة مع الكراهة؟ نعم صحيحة مع الكراهة. الأولى أن هو الأولى أن تتقارب الصفوف أو يقفوا في الصفوف، لكنهم بعضهم يتعلل نعم بعضهم يتعلل بأنني أحرس المسجد. نعم تفضل. الصلاة صحيحة مع الكراهة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا حاتم ابن حمدي، يا رب يغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل حضرتك على الموضوع السفر بتاع الزوجة من شوية، الخط قطع. أجبتك أنه للحاجة ومع الرفقة الآمنة يجوز والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا أخ مصطفى البانوبي وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. من فضلك عايز أسأل حضرتك سؤال. ليا زوج أختي طلع حج السنة دي، الباص ما جاش، فضل ماشي في الطريق لغاية قبل عرفة 3 كيلو، وتعب جاله ضربة شمس، الإسعاف ما لحقتوش فتوفاه الله. الله يرحمه. الله يرحمه. دلوقتي أولاده تعبانين نفسيا جدا إن هو راح حج بهذه الكيفية، هو كان حاجج قبل كده ونفسيتهم تعبانة جدا، وسألوا ناس بعض الشيوخ قالوا لهم يعني مش طبعا هو كان دافع الهدي وكل حاجة وكان لبى وماشي في الطريق يعني، فبيقول لهم يعني الشيخ رد عليهم قال لهم لا ده كده مش بالضرورة ادعوا له إن ربنا يقبل، لكن هو كده ما يعتبرش حج لأنه ما كانش وصل لعرفة. هو حج ايوه. وبعدين فهم دلوقتي عايزين يعرفوا هل هو فعلا كده ما تكتبلوش حتى أجر الحج؟ لا إن شاء الله بإذنك يا رب، بإذنك يا رب مأجور. كم الأجر؟ الله أعلم، قد يكون أجر أعظم حتى من الحج، لأنه هو متى محرما متى محرما وسيبعث محرما إن شاء الله إن شاء الله.
الله. لان هو طبعا كان دافع هدي وكل اسبري. حاجه طيب. وبالنسبه للناس اللي كملوا اصبري يا اختي لوجه الله اصبري. اتفضل. اولا هذا الرجل ان شاء الله ومن كان في حاله يبعث يوم القيامة ملبيا. أيوة. ثانيا إن الله عز وجل قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه نزلت في من؟ في رجل آمن وكان كبيرا وأراد أن يهاجر إلى مدينة رسول الله، قال اذهبوا بي إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا أنت كبير، قال اذهبوا بي إلى مدينة رسول الله. فخرج وفي الطريق إلى المدينة بمجرد خروجه من مكة مات. فتكلم الناس كما يتكلم هذا الشيخ. الله قال نزلت الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وجب أجره على الله سبحانه وتعالى، الله يأجره. فهذا الرجل الموفق أولا هو ما تعمد أن يتخلف الأتوبيس ولا يتخلف على الباص ولا شق على نفسه، وقدر الله سبحانه على عدد هائل من الحجيج هذه السنة أن تتخلف عنه الباصات. عدد كثير جدا من الحجيج فعلا تخلفت عنه الباصات فعلا. فلما تخلفت عنه الباصات وهو محرم ما أراد أن ينقض الحج، استمر وعزم على المسير إلى عرفات. نعم. ومسى خطوات جعلها الله في ميزان حسناته وجاءه أجله في الطريق. نعم. فهو مأجور مأجور مأجور. أما وهي حجة نافلة فالحمد لله، إذا كانت حجة فريضة سنقول إنه لم يحج الفريضة وحج عنه. أيوه. لكنه يحج حجة نافلة. نعم. فلا داعي للتشويش على مثل هذا الرجل الذي يبعث إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ملبية. بارك الله. وفي كان الله. بناته لأنهم حزنانين جدا يعني. لا والله من قلة فقههم. أنا أعتقد والله أعلم أن هذا من حسن الختام. طبعا طبعا. حسن الختام يبعث ملبيا. أيوة. يبعث ملبيا. فالشيطان يدخل للبنات بهذه الطريقة، لا أنت كيف، الله اختار لوالدك أن يختم له وهو محرم. والله وصلى عليه في الحرم صلى عليه 2 مليون. الحمد لله نعمة من الله. بفضل الله. ربنا يبارك في حضرتك ويتقبل الله. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا كاتب كتابي ومن أسرة، الأسرة غير ملتزمة بس البنت منتقبة ومتدينة. بس أنا كنت قرأت الكلام عن سيدنا أبي بكر مكتوب فيه فمن أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنه تأتيه بأحدهما. ليس هذا بثابت عندك له سند صحيح؟ لا. طيب بعدها الله قال واسمع الآية أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. البنت صالحة وأهلها قدر الله عليهم ليسوا بالطيبين وعقد عليها رجل، هل نقول طلقها وهي صالحة؟ ولو كانت لك أخت بذي المثابة ترضى لها ذلك؟ نعم. ومع ذلك سنقفل باب التوبة أمام باب الاستقامة أمام من أبوها سيء. المشكلة اللي هي يعني جينات موروثة. يعني جينات من بس سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم إمام 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 مهما قلنا. نعم. وأبوه كافر. صح كده ولا أنا غلطان؟ صح. وقال الله في شأنه
وفي شأن إسحاق عليهما السلام، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. نعم. فهمت الكلام؟ نعم. يوفقك ربي. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم من الله، نتكلم في نعم الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله الله يطول عمرك، عندنا سؤال استفسار بك. تفضل. أحبك الله مستفسر. والدتي من اللي هم الناس الكبار في السن الطيبين اللي هم ما دخلوش مدارس وما تعلموش يعني، لكنها بتحب إن هي تسأل عن كل شيء. معاها مبلغ من المال ولنفترض مثلا 50,000، عندها راح تشتري بيه ذهب. المحل اللي فيه البياع كان زميل دراسه لابنها لاخوه، يعني معاه بنفس الفصل فما عارفه يعني. فالدار اللي بتشتريه حفظ فلوس، ما هو ذهب جديد يعني، حفظ مال، حفظ ان هو تعرف الجنيه بينزل لكن الذهب ثابت شوي. فلقيت الذهب مشغولات صغيرة، حروف حددناها صغيرة وخواتم صغيرة، فما عجبهاش قالت لا أنا عايزة مثلا غوش أو غشتين بنفس القيمة بس مش عايزة الذهب ده. فأعطوها الفاتورة القيمة، ادوها الفاتورة وقال لها زميل أخويا ده، قال لها عشان ما يكونش في ربا، الذهب ده أمانة عندي، لما يجي غوش أو اثنين يكونوا نفس القيمة أبدلهم لك وأقسمهم لك البيت. هذه فيها شبهه ولا كأمانة؟ لا بأس، ما فيش اي شبهه في ما باعت هي ما باعته هي باعته هي اشترت القيمه، يعني اشترت منه ذهبا خواتم، وقالت بعد ان اشترت ودفعت الفلوس نعم انا لا احب الخواتم فلص ولا مش عارف، عايز غوايش ثقيله. أيوة. فخلوهم عندك، إذا جت الغوايش الثقيلة بيعهم لي واشتري لي شيء، يخترها بس يخترها عند الشراء، هي وكلته ما باعت يعني. وأنصحه أن عند البيع يستدعيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والفرج. الحمد لله. أستأذن حضرتك بس كده، البنت ربنا يشفيها. الله يعافيها يا رب، وكل مريض مسلم يا رب. حضرتك أنا شغالة في ملابس وكده، وحد طلب مني حاجة وأنا بعتها بس يعني اتلخبطت وبعته غلط. فهي كانت هتاخده يعني من حياء يعني انها مخصوصه تخسرني، فانا اقسمت عليها ان لا يعني ترجعه تاني وخلاص. بعدها بيوم كده جت قالت لي ان قريبه ليها هتاخده خلاص، يعني عرضته على قريبه ليها وهتاخده. ما في مشكله. ليس عليك كفاره يمين. ليس عليك كفاره يمين، شكرا. ليس عليك. طيب. مرحبا يا شيخ إيهاب، فضيلة الشيخ إيهاب عقل، وفقك الله حفظك الله يا شيخ أويس بن منصور يا دكتور. أبلغ عديلك فضيلة الشيخ أحمد المعصراوي كثير السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ وعليكم السلام. نعم، ماذا قلت؟ على اذنك، على نفعكم للمسلمين. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. عندي سؤال بس يا شيخ. دلوقتي يا شيخ انا بشتغل في شركه وبقبض يعني كل تشتغل شهر. في شركه؟ بقبض كل شهر المرتب يعني. طيب. وصاحب الشركه متفق معايا يعني ان بجزء من المرتب يشيلهولي وبعدين بيديهولي اخر العام مره واحده. يعني انت تدخر جزء من راتبك مع صاحب الشركه. بيشيلوا عنده اخر السنه يقوم مديني الجزء ده كامل. نعم. فالسنه دي قال لي بقول لك ايه، تعالى انا عازمك على الحج ان شاء الله، تيجي تحج معايا وكده.
قلت له طيب ماشي مفيش مشاكل، وطلعت معاه عمل لي تأشيرة، طلعت وحجيت والحمد لله أسأل الله عز وجل أن يتقبل. فرجعت فبطلبه بقول له طيب فين الجزء اللي أنت كنت شايله لي من المغاسل؟ قال لا خلاص أنا حججت بيه. أنا طلعتك الحج بيه. قلت له طيب يا أخي ربما أنا عندي التزامات أو حاجة، فأنت يعني كنت تخيرني. قال لي يعني أنت راجل ملتزم والحج ده بالنسبه لك شيء يعني كبير، يعني انا لو خيرتك هل انت هتقول لي لا اديني الفلوس وبلاش احج؟ قلت له لا يعني بس يعني كان ممكن افكر او حاجه، بس على العموم الحمد لله وانا حجيت. وقلت له الحمد لله وانا حجيت وخلاص. هل ده يا شيخ يعني لدرجه ان انا مثلا قلت له ظلم منه لك؟ ظلمك هذا الرجل، ظلمك هذا الرجل، ومن حقك ان تطالب بمظلمتك. طب انا سامحته خلاص الحمد لله يا شيخ مجرم. نعم ما سامحته. طب كان ممكن تقول لي وانا اختار هل ده يقضح في الحج او في او في او يعني لا الحج صحيح الحمد لله من متطلبات عدم القبول او كده؟ لا لا الحج صحيح ان شاء الله. طيب يا شيخ ماشي. بس هو مخطئ ورجل ليس بسوي ولا بسديد ان يفعل معك هذا الفعل، لانه ممكن يعمل معك يعني كده. قال لي انا حسيت ان انت يعني اصبر يا اخي اصبر يعني يا اصبر انا حسيت ان انت شيخ وملتحي يا اخي اصبر علينا يا اخي قوي يا اخي اصبر. اتفضل. هو حججك حج بكم؟ بكم؟ ايوه 100,000. 100,000 كم ممكن تحج باقل من ذلك اذا كنت مخير؟ نعم إذا أيوة كنت مخير ممكن أحج بأقل من ذلك. أيوة نعم. لكن على كل ما دمت أجزت ما صنعه بس بلغه أنك سألت شخصا وقال لك هذا التصرف لا يجوز منه. لا يجوز منه أبدا. ولكن يا شيخ مجرد أن أنا أقول له طيب يعني كنت خيرتني كان ممكن أختار ده لا يقدح في حقي بشيء أو حاجة. لا 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 يقدح في حقي بشيء. ممكن تكون فعلا محتاج. ممكن تكون عندك بنت ستتزوج وانت مدخر المال لها. الحمد لله يا شيخ اللهم لك الحمد لله انا حجيت الحمد لله. الحمد لله. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك فيك كمان. سمعت بس استفسار بسيط يعني. تفضل. بالنسبه لفيست المشتريات في البنك متعاقد مع كذا شركة، في شركات بياخد عليها على القسط فايدة وفي شركات بدون فايدة، فما الحكم يعني؟ فيزة المشتريات نعم هتسدد في وقت السماح ولا تتأخر أم ستتأخر؟ هو حسب في الشركات اللي هي بدون فايدة بست شهور، ست شهور بدون فايدة، لو عديت المدة يشترط عليك نسبة فايدة معينة. هي 55 يوم ولا 6 شهور؟ 6 شهور. خلاص بدون فايدة اشتغل، بفايدة لا تشتغل. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد يا ربنا، أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، وارفع كلمتك يا رب فوق كل الكلمات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، وأعذنا يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أحسن أصلح آمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء استجب دعواتنا يا رب وتقبل دعواتنا. نعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، وأدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.